احمد شيبه لما بيروح يحيي فرح بيزقطط الفرح وبيخلي الناس غايه في البهجه والانبساط وكانهم رايحين سهره عظيمه جدا، يعني بيخلي اجواء الفرح تحفه وجميله. المعازيم والعريس والعروسه واهل العريس واهل العروسه بيبقوا في حاله من السعاده والاندماج، انما الافراح زي ما بيقولوا فيها كده وفيها كده. اه طبعا، وبالذات الافراح لما كنت اصغر سنا وانت بتروح تحييها، ودايما في كده مقوله يقولوها ياما الافراح ياما بتلم. قول لي زمان اجره الفرح كانت تبقى مقدم ولا مؤخر، ولا حد اكل عليك فلوس الفرح؟ ياما اكل عليك ياما قوي. لا لا فعلا ياما والله. ليه؟ هو انتوا بتاخدوا الفلوس بعد ما تخلصوا النمره ولا كان ايه يعني؟ بعد النمره كنت بعد ساعات اشتغلوا، معلش الفرح واقع، معلش احمد تعوض الفرح الجاي. ماشي، بتعود الفرح الجاي. هما خلاص بقى بيقول لك اللي بات مات. انا مره طلعت من الفرح وفي عربيه نفس العربيه دي، نفس اللون عربيتي بالظبط، بس صاحبها بيجيب عياله من جوه وجابهم، وانا من الناس بتجري ورا مني وقمت جاي من دول العربيه ومشيت. طب وزي وخدت معايا محمد يوسف وما خدت معايا وزي العربيه دارت، ما فيها المفتاح، ما هو سامي فيها المفتاح وبيجيب عياله وخلاص هو جاي وجاي وجاي. انا خدت عربيه ومشيت والفرح كله جري ورايا وشد العربيه. وانت مش واخد بالك ان انا مش عربيه؟ لا، وهو بقى يجري ورايا. لما عروض احمد شيبه اللي خدها، فطبعا يا برنس يا كله بقى يجري. طبعا جابوا لي مش عربيتك. لا احكي لي على الاحراج اللي انت فيه. مش عربيتك. انا ما اتحركتش يعني. نزلت بقى وسلمت على الناس بس اتلموا عليا بقى خلاص. يعني انا كنت بقرب من الناس فاتلموا بقى. ولما جابوا عربيتي اللي حصل حصل عربيتي لسه فاتت. اللي حصل افراح زمان احلى ولا افراح دلوقتي يا شيبه؟ والله افراح زمان طبعا، وافراح دلوقتي برضو بقت افراح دلوقتي. طبعا فيها حاجات كتير، بس افراح زمان كان ايه الاحلى فيها؟ كنت بقول بقى الليل وموال بقى وافضل في الافراح بقى اغني. كانوا ساعات يحطوني الساعه 3 بالليل والساعه 4 بالليل، كنت النمره اللي بقى اخر نمره، بس ده في ايام الكحرطه. يحطوني اخر النمره يعني اخر الفرح. كان في ناس بقى تقول بقى والله العظيم اللي انتوا بتسمعوه ده وبتدوا له ملاليم بكره ما تعرفوا تجيبوه.